نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس، أهلا بكم وإليكم أبرز العناوين. الحكومة توافق على ترقية 300 ألف موظف وفقا لقانون الخدمة المدنية. الرئيس السيسي يصل إلى الهند في زيارة رسمية تستمر لمدة 3 أيام. تسليم أراضي مشروع 1.5 مليون فدان بالفرافرة بعد العيد. 7 دول تستحوذ على 51% من ديون مصر الخارجية. الولايات المتحدة تنتقد خطط إسرائيل الاستيطانية الجديدة. روسيا تصر على إطلاق حوار سوري من أجل تسوية الأزمة. الأسد يدعو السياح لقضاء عطلتهم في سوريا. رويترز: إيران حصلت على إعفاءات سرية بعد الاتفاق النووي. ودكتور نادين عبد الله تكتب: مواطنة كاملة أم وأما واضحة. ومن العناوين إلى التفاصيل، مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه على أكبر حركة ترقية في الجهاز الإداري للدولة تشمل 300 ألف موظف وفقا لقانون الخدمة المدنية، فيما شدد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء على أنه لا تهاون مع من يتلاعب في الأسعار، وأمر كذلك بضخ كميات كبيرة من اللحوم والدواجن استعدادا لعيد الأضحى. ووجهت الحكومة الشكر لوزير التموين المستقيل الدكتور خالد حنفي على جهوده في منظومة الدعم. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمد عبد العاطي، محرر شؤون مجلس الوزراء. أستاذ محمد، أهلا بك معنا في هذه النشرة. عايزين نعرف من حضرتك ما هي أهم وأبرز النقاط اللي تمت في اجتماع الحكومة النهاردة. أهلا وسهلا بحضرتك ومساء الخير للسادة المشاهدين. الاجتماع النهاردة كان ناقش عدة ملفات كان على رأسها ضبط الأسعار. الحكومة بتشدد في كل اجتماع بعملية ضبط الأسعار والرقابة على الأسواق، خاصة من هناك ارتفاعات ملحوظة منذ فترة على أسعار عدد كبير من السلع، خاصة السلع الغذائية. يمكن كانت تسببت فيها أزمة الدولار، وبالتالي بيكون هناك حضور لمحافظ البنك المركزي في اجتماعات المجموعة الوزارية الاقتصادية لعمل تنسيق ما بين السياسات الاقتصادية والسياسة المالية. النهاردة كمان مجلس الوزراء ناقش يعني وجه الشكر للوزير التموين المستقيل الدكتور خالد حنفي. كمان تحدث أو ناقش المجلس مشروع قانون مهم بيتعلق بتنظيم الملاحة النهرية. أيضا المجلس إصدار قرار بتأسيس أو تشكيل لجنة للشركات المستردة من الخصخصة. يمكن كان في عدد كبير من الشركات تم صدور أحكام عقب 25 يناير 2011 صدور أحكام ببطلان عقد خصخصتها، وبالتالي ستعود مرة أخرى إلى الدولة. نعم، جزيل الشكر للأستاذ محمد عبد العاطي محرر شؤون مجلس الوزراء بالمصري اليوم، شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات. ولمزيد من التحليل ينضم إلينا في الاستوديو دكتور صلاح حسب الله عضو مجلس النواب. أهلا بحضرتك دكتور صلاح. أهلا بك يا سامة. دكتور صلاح، مبدئيا عايزين طبعا السؤال المهم هو تفعيل قانون الخدمة المدنية. رأيك هل التفعيل في بدايته حسنة؟ وعايزين نتكلم برضو عن ضبط الأسعار بما أن النهاردة كان في برضو اجتماع مهم بحضور محافظ البنك المركزي. طيب خلينا أول أتكلم عن قانون الخدمة المدنية، ويمكن كان مجلس النواب تعرض إلى ظلم بين في مسألة إقراره لقانون الخدمة المدنية. وعايز أقول لك أن قبل أيام قليلة مجلس أقر القانون في صورته النهائية أو بشكل نهائي، والحكومة بدأت خلاص تطبقه. أولى مكاسب هذا التطبيق هو القرار بتاع مجلس الوزراء بترقية أو موافقة على ترقية أكثر من 300 ألف موظف. أكثر من 300 ألف موظف ده معناه أن القانون على فكرة بيسير في اتجاه تحسين أوضاع الناس الوظيفية. وأيضا عايز أقول لك أن تحسين أوضاع الناس الوظيفية إضافة إلى تحسين أوضاع الناس الاقتصادية.
الدخول على فكرة هتزيد. القانون معمول مش عشان يأذي الموظف أو يأتي على حق الموظف، القانون معمول لإقرار حق كل من له حق. الموظف اللي هيشتغل هيلاقي القانون جاي في صفه، الموظف اللي واخد على التراخي وعلى التكاسل وعلى الإهمال وعلى الفساد، ممارسة الفساد الإداري مش الفساد المالي بس، الفساد الإداري، أنا شايف إن القانون على فكرة يستطيع وبه نصوص تستطيع أن ترضع وتعاقب الموظف المقصر في عمله. عايز اقول لك من ضمن مكاسب القانون ايضا اضافه لموضوع الترقيات موضوع التسويات بالمؤهلات العليا. يعني كان الاول قانون 18 لسنه 2015 اللي احنا رفضناه في المجلس كان يمنع التسويه او بيقتل الطموح الوظيفي عند اي موظف، بيمنع التسويه بالمؤهلات العليا. احنا في هذا القانون اقررنا ايضا التسويات بالمؤهلات العليا واعطينا مده من الزمن تقارب 3 سنوات او تتجاوزها لتسويه هذه المؤهلات او من حصل على هذه المؤهلات اثناء فتره عمله. في المجمل القانون على فكرة بيسير منحازا للمواطن او للموظف اللي بيشتغل بجد، الموظف زي ما قلت اللي لا يمارس مهام وظيفته بشكل جيد لا القانون هيبقى ليه بالمرصاد. فيما يتعلق بمسألة قرارات الحكومة بضبط الاسعار او الحكومة تأكد على ضبط الاسعار، قبل ايام قليلة من اجتماع مجلس الوزراء بالامس الرئيس عبد الفتاح السيسي استدعى عدد من الوزراء وتحدث معهم في مسألة ضبط الاسعار استشعارا منه بان هناك بالفعل غلاء في عدد غير قليل من الاسعار بعض السلع. المهم ان الحكومه على فكره بتتكلم عن اهميه ضبط الاسعار، انما الحقيقه على فكره هذه هي مقدمات الحكومه تناقش وتناقش وتناقش. النتائج ان الاسعار ضبطت ولا لم تضبط؟ لا بالتاكيد على فكره في غلاء بيعاني منه المواطن المصري، وحتى الان لم اجد اليات واضحه للحكومة المصرية لضبط الأسعار والسيطرة على السوق والمنع الجشع والاستغلال لبعض التجار اللي بيمارسوا بعض التجار. في المجمل لا، أنا شايف أن الحكومة مسألة ضبط الأسعار عندها لا تتعدى إلا الحديث فقط. الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل العاصمة الهندية نيودلهي في زيارة رسمية تستمر 3 أيام بناء على دعوة الرئيس الهندي برنارد مخرجي، ويلتقي الرئيس وزير الخارجية الهندي، وستجرى مراسم الاستقبال الرسمي للرئيس في القصر الرئاسي صباح غد الجمعة، ويتوجه بعدها الرئيس لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لغاندي، ثم يوقع عددا من الاتفاقيات مع رئيس الوزراء الهندي. دكتور صلاح، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للهند تعتبر جزء من سياسة تجاه الشرق؟ لا، هي جزء من سياسته في محاكاة بعض تجارب الدول الناجحة اللي كانت ظروفها مشابهة لظروفنا اقتصاديا وبدأ يحصل عندها نوع من أنواع النمو الاقتصادي الجيد. عايز أقول لك إن نسبة النمو في الاقتصاد الهندي تقارب 8%، يعني هي بالظبط 7.9 سنويا، ودي نسبة على فكرة بوفقا لمقاييس الاقتصاد الدولي هي نسبة جيدة جدا احنا بنتمنى ان احنا نوصل لها. عايز اقول لك ايضا ان حجم التبادل التجاري ما بيننا وبين الهند 4 مليار دولار سنويا، وده على فكرة الهند بتعتبر تالت اكبر سوق احنا بنورد له، يعني المستورد الثالث على مستوى العالم اللي بياخد سلع مصرية، المصدر العاشر على مستوى العالم اللي بيبعت سلع هندية منتجة هنديا بتيجي لمصر. فمعناه ان العلاقات التجارية ما بيننا وما بينهم علاقات قوية جدا. زيارة الرئيس انا شايف ان هي لها بعدان، بعد اقتصادي وبعد سياسي. البعد الاقتصادي بيتمثل في زيادة اواصر وعلاقات التبادل الاقتصادي والتجاري ما بين الدولتين، التعرف على التجربة الهندية وكيفية تحقيق هذا النمو الاقتصادي بشكل متقارب وان احنا بقى قريبين من تجربتهم. الحاجة التانية البعد التاني هو البعد السياسي، يعني الهند هم على فكرة المحور الرئيسي في دول عدم الانحياز. ده الكلام ده من ايام تيتو. من ايام تيتو ومن ايام رئيس الهند السابق وايام رئيس جمال عبد الناصر. تيتو وغزلافيا كان مثلث كده، تيتو وغزلافيا ونهرو في الهند وعبد الناصر في مصر، كان الثلاثه دول مثلث يقود دول عدم الانحياز ليواجه هذا التغول الدولي من بعض الاقطاب الدوليه. فانا شايف ان الزياره دي هي استدعاء لعلاقه تاريخيه جيده ما بيننا وما بين الهند، وشايف ان هي بتسير في الاتجاه الصحيح في السياسه الدوليه المصريه. اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد قال أنه من المقرر توزيع نحو 31 ألف فدان من الأراضي المستصلحة والجاري استصلاحها بواحة الفرفرة ضمن مشروع زراعة واستصلاح 1.5 مليون فدان عقب أجازة عيد الأضحى المبارك، وأضاف أنه تلقى رغبة أحد المستثمرين في الحصول على 300 ألف فدان على حدود المحافظة مع سوهاج. دكتور صلاح، يعني هناك انتقادات عديدة لسياسة الرئيس في التضخم في المشروعات العملاقة، رأي حضرتك في هذه الانتقادات وليه ما نستناش شوية لما نشوف ثمار هذه المشاريع؟
بص خلينا برضو أؤكد على أن بعض اللي بيزايد على هذه المشروعات العملاقة بيغازل دايما مشاعر المواطن المصري. مهم رغيف العيش النهاردة يعني بيتكلم كده، ادوا للناس رغيف العيش ومش مهم المشروعات دي مش وقتها وده انفاق غير مبرر وحاجات زي كده. عايز أقول أن رغيف العيش اللي ياخده المواطن المصري مش هيجي من الفرن، هيجي من التنمية الحقيقية اللي بتحصل دي، هيجي من 1.5 مليون فدان يزرعوا بالقمح ويزرعوا يحققوا المعادلة الصعبة ان مصر تستعيد ريادتها التاريخية زراعيا ويبقى منتجها وغذائها ملك ايديها. فانا شايف ان المشروعات القومية اللي بتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي سواء زراعة 1.5 مليون فدان او محور قناة السويس، محور تنمية محور قناة السويس او مثلث ذهبي بالصحراء الغربية او مركز اللوجستي العالمي لتجارة الحبوب في دمياط في ميناء دمياط، كل هذه المشروعات على فكرة تعتبر نقلة اقتصادية للمجتمع المصري وللدولة المصرية ربما لا نشعر بثمارها الان، انما احنا بنبني مستقبل ممكن ما نكونش حاضرين فيه بس مستقبل يستحق هذا الوطن ويستحق ابنائنا واحفادنا. فالمساله الرؤيه الضيقه اللي هي تحت رجليك دي بتوقع اي دوله، ممكن تاكلني النهارده انما تموتني بكره. انا عشان اضمن اكل لمده زمن كبير جدا واكل واحسن من حياتي كدوله لازم ابص للمشروعات القوميه واللي منها 1.5 مليون فدان. وانا شايف ان اي انتقادات توجه لهذا المشروع انتقادات على فكره قصيره الرؤيه. وصل وفد رفيع المستوى من الخارجية السودانية للمشاركة في أعمال اللجنة المصرية السودانية المشتركة للموانئ لبحث آخر الاستعدادات والموقف النهائي لميناء أرقين البري تمهيدا لافتتاحه خلال شهر أكتوبر المقبل والذي تكلف 90 مليون جنيه. وأكدت اللجنة أنها سترفع تقريرها النهائي خلال القمة الرئاسية التي ستنعقد بالقاهرة بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وعمر البشير. تقرير صادر عن البنك المركزي كشف أن 7 دول تمتلك حوالي 51% من إجمالي ديون مصر الخارجية بنهاية العام الماضي، وهي السعودية والكويت والإمارات وألمانيا واليابان والولايات المتحدة وفرنسا. وحسب التقرير فإن ديون مصر الخارجية بلغت 53 مليار و400 مليون دولار. دكتور صلاح، في رأيك هذا الإجراء هل هو إجراء ذكي من قبل الحكومة أو المجموعة الاقتصادية لسد الديون الخارجية؟ لا، خليني برضو أؤكد على فكرة أن الديون الخارجية لأي دولة من الدول ما تخدش، اللي يخد أن الديون دي هتعامل معها زي في المستقبل. البعض بيقول أن مصر نسبتها نسبة الديون الخارجية أو الدين العام من الموازنة العامة للدولة 98% أو 97% وبيتخض وبيخد الناس. عايز أقولك أن اليابان في وقت من الأوقات كان الديون نسبة الدين العام قياسا بالموازنة بتاعتها 110%. يعني المسألة هنا مش ان في ديون او ما فيش ديون، انما لا، يا ترى في سياسات اصلاحية للاقتصاد تخليني ابقى قادر على سداد هذه الديون، قادر على تحقيق نمو حقيقي داخل الدولة، قادر على تشجيع الاستثمارات اللي بتجيلي من الخارج وانا في بلد معبأ بالديون. الكلام ده انا شايف ان اجراءات الحكومة في الاقتصادية في سد الديون الخارجية مش هتيجي بالكلام معسول ومغازلة المشاعر، هتيجي باصلاحات اقتصادية حقيقية. واحد اهم هذه الاصلاحات الفترة الاخيرة اللي تم المزايدة عليها ايضا قانون ضريبة القيمة المضافة، ان هو قانون استبدال لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر سنة 91 برقم 11 بقانون جديد العالم كله بيشتغل بيه. 153 دولة بتشتغل بقانون ضريبه على ضريبه القيمه المضافه، الضريبه العامه على المبيعات ما حدش بيشتغل بيها. فالاصلاح الضريبي هو احد اهم سياسات الاصلاحات الاقتصاديه اللي يجب ان تقوم بها اي دوله من الدول. عشان كده في المجمل لا، انا شايف ان الحكومه بدات تفكر بعقلها وبدات تتعدى مساله ان الحكومه توجه للناس كلام في مؤتمر سياسي، لان الحكومه على فكره بدات تحط ايديها على الجرح. لا، لازم في دواء مر لازم ناخده. وبالفعل على فكرة شايف ان من الممكن ان تكون هناك يعني خطوات افضل قادمة. يعني يحسم المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف قراره ببيع حقوق البث الفضائي لمسابقته في اجتماعه في نهاية الشهر الجاري. وكانت شركة بريزنتيشن تقدمت بطلب رسمي لشراء حقوق البث مقابل 600 مليون دولار لتدخل في منافسة قوية مع مجموعة قنوات بي ان سبورت القطرية المسيطرة منذ سنوات على حقوق البث الفضائي لمسابقات الكاف. وعلمت المصري اليوم أن عرض شركة بريزنتيشن يفوق عرض بي ان سبورت ب 95 مليون دولار. والآن مشاهدينا فاصل قصير ونواصل من بعده نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس. عودة مرة أخرى لنشرة المصري اليوم من القاهرة والناس.
وإلى الشأن الخارجي، الولايات المتحدة أعربت عن قلقها من الخطط الإسرائيلية الجديدة القاضية ببناء مئات الوحدات الاستيطانية بالضفة الغربية المحتلة. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي أنه يشعر بالانزعاج من سياسة الموافقة بأثر رجعي على وحدات ومواقع استيطانية غير مرخصة، مشيرا إلى أن هذه السياسات تعطي للحكومة الإسرائيلية ضوءا أخضر لتعزيز الأنشطة الاستيطانية بطريقة غير محدودة. دكتور صلاح، يعني قراءتك لهذا التصريح أو هذا القلق أو الانتقاد الأمريكي ما بين هلالين للمستوطنات الإسرائيلية اللي بتتوسع كل يوم؟ والله ولا تعليق، أمريكا قلقانة. يعني أمريكا على فكرة بقى لها 30-40 سنة من حالات الاستيطان المستمر والاعتداء المستمر على الدولة، على فلسطين والشعب الفلسطيني وتوسيع الاستيطان، وامريكا الان امريكا عندها حالة ارق، انما الارق دوت على فكرة ربما يعني يوقظها من نومها، انما يوقظ ضمير الادارة الامريكية انا شايف لان ضمير الادارة الامريكية مستغرق تماما في النوم لدرجة قد تصل الى موت الضمير. امريكا بتضحك على العالم كله بفكرة القلق، فكرة القلق والتوتر، حتى لم تصل إلى درجة أن هي تشجب وتندد أو ترفض. لا، أمريكا قلقانة، مش عارفة قلقانة ليه. أنت عارفة زي ما كانت قلقانة على فكرة على اللي بيحصل في تركيا أو معاملة ديكتاتورية أردوغان في معاملة المعارضين ليه. يعني يقول لك أمريكا يعني قلقانة من التعامل، طالما أمريكا قلقانة تعرف أن هي بتتكلم عن أحد ديولها أو توابعها في المنطقة. إنما الدولة اللي بتملك إرادتها زي مصر تلاقي أمريكا بترفض وبتندد وبتشجب وبتقطع علاقات وبتطلع تقرير عن طريق منظماتها وتوابعها، وتلاقي هيومن رايتس ووتش طلعت تزايد على الدولة المصرية وحقوق الإنسان في الدولة المصرية، أما حقوق الإنسان الفلسطيني أمريكا لسه قلقانة عليه. أنا شايف إن قلق أمريكا لا يساوي بالنسبة لنا قيد أمل. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافيروف أكد إصرار روسيا على إطلاق حوار سوري من أجل تسوية الأزمة في أقرب وقت ممكن، فيما قال المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان ديمستورا إن الوقت غير مناسب لمبادرات جديدة بشأن سوريا، فيما تتصدر الاشتباكات الدائرة في ريف حلب الجنوبي المشهد الميداني السوري. وكانت الأمم المتحدة أطلقت تفويضا بشأن تسوية الأزمة لكنها لم تنجح في ذلك حتى الآن. دكتور صلاح، الوقت الحالي والمشهد المتصدر حاليا في سوريا يعني يستحق أن نطرح مبادرة جديدة لحل هذه الأزمة؟ بصي، المبادرة مش هتبقى، يعني أنا قلت عندكم هنا على فكرة في أكتر من حالة قلت الحوار على فكرة السوري مش حوار. يعني بص، طول ما معارضة سورية مع النظام السوري بيتحاوروا، دول على فكرة عايز أقولك بدائل أو وكلاء للمختلفين الحقيقين على الموضوع السوري وعلى القضية السورية. الحقيقة إن في أهل وزمالك، في أمريكا وفي روسيا. روسيا متمسكة بنظام بشار، أمريكا متمسكة بإسقاط نظام بشار، وبالتالي دعم المعارضة لبشار أيا كانت إيه سببها. أمريكا ترفض بقاء بشار، روسيا ترفض رحيل بشار. فلن تأتي نتيجة للقضية السورية عن طريق حوار إلا إذا تحاور واتفق وتوافق الأهل والزمالك روسيا وأمريكا. إنما دون ذلك بقى خلينا دي قاعدة يتقابلوا ويتغدوا مع بعض ويعملوا، ده يغضب ويمشي وده يرفض يروح وحاجة كده. إنما لا نتيجة إلا بمواءمة روسية أمريكية، وبالتالي سيكون هناك طريق للحل. وزارة السياحة السورية أصدرت فيديو ترويجيا تدعو فيه السياح من العرب والأجانب لتمضية عطلاتهم بها، وتم تصوير الفيديو بطائرة من دون طيار مرت أعلى شواطئ مدينة طرطوس شمال سوريا، والتقطت مشاهد لمصطافين وسباحين تحت المظلات على الشاطئ قد تكون صورا قديمة، وتمت إعادة استخدامها مرة أخرى في الفيديو لتبدو كأن شيئا لم يكن ولم يحدث في بلاد عم فيها الدمار والخراب. المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد قال إن تأخر التوصل إلى اتفاق في اليمن أمر بغاية الخطورة، وأدان أمام جلسة لمجلس الأمن قام الحوثيين باتخاذ خطوات أحادية ضد ما تم الاتفاق عليه، مشددا على ضرورة التهدئة من أجل استئناف المفاوضات، فيما نفت الرئاسة اليمنية ما نشر حول مسودة مبادرة وزير الخارجية الأمريكي التي تضمنت منح الحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح ثلثي الحكومة.
أشار تقرير اطلعت عليه رويترز إلى أن الولايات المتحدة وشركائها في التفاوض اتفقوا سرا على السماح لإيران بالالتفاف على بعض القيود في الاتفاق النووي التاريخي الذي أبرم العام الماضي بهدف تخفيف العقوبات الاقتصادية عن طهران. وفي سياق متصل، أعلنت الخطوط الجوية البريطانية بريتش إيرويز استئناف رحلاتها الجوية المباشرة بين طهران ولندن، والتي كانت معلقة منذ عام 2012. دكتور صلاح، يعني من يعزف السيمفونية الأمريكية الإيرانية؟ لا، اللي بيعزف السيمفونية طبعا الإدارة الأمريكية، هو أقول لك من أكتر من الإدارة الأمريكية، لا، اللوب اليهودي داخل الإدارة الأمريكية أو داخل أمريكا. الحقيقة أن أنت هتشوفي من بداية هذا التناغم، هتلاقي في تناغم آخر على الطرف البعيد، لما تناغم إيراني إسرائيلي، لم يصدر منذ توقيع الاتفاق النووي أي تصريح من الإدارة الإيرانية في مواجهة إسرائيل. مش بقى كان زي زمان، لا، هنعمل بصواريخ وهنختبر صواريخ ومش عارف وكذا، وعندنا صاروخ مش عارف رعد إيه كذا اللي عابر لمسافة كذا. الكلام ده انتهى تماما الحديث عنه. الحاجة التانية، إن ولا حتى تصريح رافض للسياسات الاستيطانية الإسرائيلية في المنطقة العربية والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الشعب الفلسطيني. التمن واضح، دي أحد المفاوضات الرخيصة اللي بتحصل في المنطقة. إسرائيل أمنتها أمريكا من ناحية إيران، إضافة إلى أن إيران خلاص يعني أصبح لا يعنيها ما تقوم به إسرائيل، ولا يعني مسألة هي كدولة إسلامية، لا يعني حتى ما تمارسه إسرائيل ضد شعب عربي مسلم هو الشعب الفلسطيني. هقول لك إن إيران سلمت نفسها لأمريكا، وأمريكا ليس لديها عزيز وليس لديها نظام صديق. أمريكا لديها محطات المصالح المشتركة، حينما تفارق هذه المحطة على فكرة تبدأ تقيس مصالحها المشتركة بطريقة أخرى، ربما تبيع فيها إيران في أول محطة تالية. استطلاع جديد أشار إلى أن شعبية هيلاري كلينتون تهاوت إلى مستوى قياسي وباتت تقريبا مكروهة بمستوى دونالد ترامب لدى الناخب الأمريكي، لكن رغم ذلك لا تزال بالمقدمة في استطلاعات الانتخابات الأمريكية المقررة نوفمبر المقبل. في سياق متصل، وعد المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب بطرد ملايين المهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة بعد زيارة مفاجئة إلى المكسيك استمرت عدة ساعات. أدى ميشيل تامر اليمين الدستورية أمام مجلس الشيوخ في البرازيل بعد إقالة الرئيسة دالما روساف من منصبها، ليواصل قيادة البلاد التي بدأت منذ توليه مهام الرئاسة بالنيابة في مايو الماضي، وهو تاريخ تعليق مجلس الشيوخ لمهام روساف. ووعدت الرئيسة المقالة في أول تصريح لها بالعودة، وتوعدت بمقاومة شرسة للحكومة الإنقلابية. دكتور صراحة، عودة لحضرتك مرة أخرى، رأيك فيما حدث في البرازيل وإصرار روسيف على أن الحكومة هي حكومة انقلابية؟ هي مش حكومة انقلابية طبعا، لأن مجلس الشيوخ البرازيلي صوت على الموضوع وناقش الموضوع وأبدأ لروسيف فرصة الدفاع، ودفعت عن طريق وكيل لها، ثم بعد ذلك تم التصويت وحصلت على او وافق على رحيلها عن الحكم 61 نائب مقابل 20 رفض القرار. الحاجة التانية انا عايز اقول لك، ربما يدوت يعني يبقى بيدشن او بي 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 بيبدأ ازمة جديدة سياسية في البرازيل، لان الشعب البرازيلي رغم ان هو شعب كروي وشعب رياضي، هو شعب مزاجه سياسي جدا، لان بالمصادفة ان كنت حاضر ختام دورة ريو دي جانيرو، فلقيت ان اول ما اتقال بس حاكم ريو دي جانيرو اسمه، في لقيت صيحات استهجان كبيره جدا. لما بسالهم ايه، قالوا لا، الناس هنا رغم حاله مزاجها الرياضي انما هي رافضه تماما لهذه السياسات لحاكم ريو دي جانيرو اللي هو موالي لميشيل تامر اللي هو اصبح رئيسا للبرازيل. فانا لا، هذا الموضوع على فكره وان كان من وجهه نظر ليس انقلابا، انما هيدشن لازمه حقيقيه سياسيه داخل البرازيل. والآن نذهب بكم إلى فاصل ونواصل من بعد نشرة المصري اليوم من القاهرة والنفس. عودة مرة أخرى إلى نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس. قطع عدد من المواطنين طريق كورنيش النيل بجوار مستشفى معهد ناصر احتجاجا على عدم وجود اللبن المدعم للأطفال، ورفض الشركة المصرية لتجارة الأدوية صرفها، مرددين هتافات منها منع لبن الأطفال. وللمزيد في التقرير التالي للزميل محمد البدوي.
مش لاقي لبن. ثلاثة توائم، واحدة تمر في المخ، واحدة شلت في رجليه، والثالثة تعبان ومش لاقي لبن. ثلاثة توائم اهم. مور عاوز لبن ضربني اهم على بوقي اهم. ليه؟ عشان بقول له عاوز لبن لبنتي. ثلاثة توائم اهم عشان بقول له عاوز لبن. راح ضربني ليه؟ اصل ايديه. ثلاثة توائم، ثلاثة توائم اهم. لهم لبن. احنا لو معانا حق علبة اللبن في الاجزخانة هنجحناها في الوقفة دي. الناس غلابة، الناس غلابة، والناس مش لاقية، والاطفال عمالة تعيط، الاطفال عمالة تعيط مش لاقية لبن، عمالين يحطوا لهم مية بسكر عشان العيال تسكت. الناس لو معاها فلوس مش هتقف في الوقفة دي. اتكوا الله في الشعب، اتكوا الله في الاطفال. الاطفال ما ذنبهاش حاجة، الاطفال ما ذنبهاش حاجة عشان تحرموا منهم اللبن. الأطفال ما ذنبهاش حاجة عشان تحرموا اللبن، والأمهات عمالة تعيط والعيلة عمالة تعيط، وحالتنا صعبة جدا ومش عارفين نعمل إيه، مش عارفة أصرف عليهم. الأطفال الصغيرة اللي ما ياخدوش لبنهم والمزاجية ياخدوش هو. مش عارفين البوابين من المنيب على علبة اللبن. الشارع، الشارع الشارع اللي أنت بتقول عليه بتاع الكعك ده، كانوا طالبين مننا جواب من الصحة إن إحنا نجيبه، جبنا لهم جواب من الصحة والختمة اهو عشان مفيش لبن، والصحة نفسها هي اللي بتقول مفيش لبن، يعني احنا مش بمزاجنا. والناس اللي شجاع العيال دي نسقيها ايه؟ نسقيها منين دي؟ في من هالت سيدة بصراخ قائلة: أنا هنا من الساعة 7 الصبح، حرام عليكم، كل حاجة في البلد غليت، هنجيب منين؟ ده يرضي ربنا. يعجز لساني عن ان انا اعلق على هذا المشهد. عشان كده دكتور صلاح انا بطلب من حضرتك تقول حاجة للوزير. يمشي الوزير، لازم يمشي الوزير. اللي يوصل حال الناس بالشكل دوت بسبب قرار غبي منه لازم يمشي. ما ينفعش. انا بقول لو هو شاف التقرير ده وقعد في مكتبه فربنا يحاسب على كل ساعة وقعدها في مكتبه بعد هذا التقرير. الوزير اتخذ قرار باستبدال صرف الادوية عن طريق كروت ذكية وخلافه، وادى تعليمات لمنفذ الشركة المصرية لتجارة الادوية بان هي ما تسلمش الناس، وحدد منافذ معينة وما سابش جسر او فترة انتقالية للناس تطلع الكروت وتعمل. الناس راحت تصرف، وده المعتاد، بتصرف من المنفذ اللي على الكورنيش بجوار معهد ناصر. الناس قالوا لهم لا ما نقدرش نصرف لكم، لان السيد الوزير طلع قرار وقعد في مكتبه في التكييف وقال الناس تصرف الادويه من منافذ معينه وبالكروت الذكيه. عقبال ما تطلع الكروت الذكيه ولادهم يموتوا عشان سياده الوزير اللي قاعد في مكتبه وكان سبب لازمه ارتفاع اسعار الادويه قبل كده بنفس الطريقه الفاشله في اداره الوزاره، هو ومعاونيه اللي كان منهم احد المرتشين معاون كان مستشار ليه وضبط يتقاضى رشوه اكتر من 2 مليون جنيه داخل ديوان عام الوزاره. انا شايف ان الحل لا تعليق، المشكله واضحه، يعني مش هنعلق على المشكله. ناس غلابه بسطاء كل امالهم علبه لبن عشان يعني رضيع عنده ما يموتش، ومش قادر يجيب العلبه من الصيدليه ب 25 ولا ب 30 جنيه. يعمل ايه عشان سياده الوزير؟ يرمي عياله في النيل المواجه لهذا المنفذ. انا شايف ان لا حل. اذا كانت هذه الحكومه لديها فعل بالفعل حرص على كرامه وادميه المواطن المصري، انا شايف ان وزير الصحة يرحل غير مأسوف عليه. احنا بنوجه فعلا لوزير الصحة او اي حد من الوزارة ان هم يهتموا بحاجة زي كده، لان الاطفال دي اكيد ملهاش اي ذنب. ودلوقتي معادنا مع مقال اليوم من المصري. تحت
تحت عنوان مواطنة كاملة أم وآمة واضحة. تكتب دكتور نادين عبد الله في عدد الغد من المصري اليوم طارحة عددا من التساؤلات والانتقادات لبنود في قانون بناء الكنائس الصادر من مجلس النواب، منها الجهة المسؤولة عن تحديد عدد المسيحيين بكل منطقة لتحديد مساحة الكنيسة التي تناسبهم، كذلك عن معايير رفض أو موافقة كل محافظ على طلب بناء كنيسة، مؤكدة أن تلك التساؤلات تدفع إلى التأمل في الشروط الضرورية توفرها في مصر لتفعيل المواطنة. دكتور صلاح، يعني رأيك في اعتراضات الأقباط وأيضا تأكيدهم أن الدولة تخشى تطبيق قانون المواطنة لأنه هيدي فرصة لزيادة عدد المتطرفين؟ لا، على الإطلاق. على فكرة متحفظ طبعا على هذا المقال، شايف إن القانون اللي صدر وإن لم يحقق يعني أغلب ما طلبوا إخواننا الأقباط، انما انا شايف ان هو قانون توافقي. وعلى فكره ما كان المجلس يستطيع او الحكومه ترسل هذا القانون الا بالتوافق مع الكنيسه والثلاث طوائف، سواء الارثوذكيه او الكاثوليكيه او الانجيليه. تم بالتوافق هذا القانون، تم ارساله للمجلس بالتوافق مع الطوائف الثلاث، وتم عقد اكتر من اجتماع. وعلى حد علمي على فكره ان القانون حتى بعد انتهاء المشروع الاولي تم التحفظ على بعض المواد من قبل الكنيسه، وذهبت الحكومه والتقت بالمسؤولين عن الثلاث طوائف وتم نقاش. احنا بنتمنى على فكره في بعض المواد اللي في تحفظ عليها، خصوصا الماده الثانيه اللي بتربط ما بين مساحه الكنيسه وعدد الاقباط في اي مكان حينما يتم الطلب لتصريح او لترخيص بناء الكنيسه. انما انا بتمنى ان على فكره لا، ان يعني نبدا خلاص، دي خطوه جيده جدا على طريق تفعيل دوله المواطنه والدوله التي تساوي بين حقوق مواطنيها. شايف ان هذا القانون على فكره يعتبر انجاز لمجلس النواب وخطوه على الطريق الصحيح نحو اعطاء حقوق الاخوه المسيحيين في بناء الكنائس. هناك تيسير على فكره، واحد اهم مكاسب هذا القانون هو اعاده تقنين وضع كثير من الكنائس اللي موجوده بدون تراخيص. فانا متحفظ على كل من يعترض على هذا القانون. في البعض دشن جبهه لمواجهه هذا القانون، لا، انا شايف ان هذا حجر اساس جيد جدا لبناء دوله المواطنه الحقيقيه بعيدا عن الشعارات الرنانه. مشاهدينا فاصل قصير ونواصل من بعده نشرة المصري اليوم من القاهره والناس. عودة مرة أخرى لنشرة المصري اليوم من القاهرة والناس، ودلوقتي موعدنا مع صندوق الدنيا من المصري اليوم. في الذكرى العاشرة لوفاته التقت المصري اليوم والدة المرحوم الكابتن محمد عبد الوهاب لاعب النادي الأهلي الذي توفي إثر أزمة قلبية أثناء التدريب داخل ملعب مختار التتش، والتي أكدت أن المرحوم كان يأمل أن يتزوج في العام الذي توفي فيه. وللمزيد في التقرير التالي للزميل عبد الرحمن جمال. دي الذكرى العاشرة للمرحوم محمد، وربنا يجعله في الجنة يا رب. ورغم 10 سنين عدى على محمد دلوقتي، وربنا مصبرني على فراقه. زمايله كلهم زاروني هنا، كنت بسمع ان هم بيعملوا له حاجات، كانوا بيدفعوا له فلوس في مكانات كده صدقه، او يعني هم كلهم مساوني بصراحة بعد ما مات. كابتن سيد عبد الحفيظ هو اللي كان بيسأل وكان بياجي وجاني يعني هنا الفيوم. هم كلهم الأول كانوا بيسألوا، كلهم يعني كانوا مقصروش كلهم بصراحة. ولحد دلوقتي يعني الواحد بيحس منهم برضو ان هم ما بينساش محمد. باشمهندس محمود طاهر لما كلمني وانا رايحه قناه الاهلي عن نول، وكنت انا كان ليا رغبه انهم يعملوا حاجه في النادي، عملوا حاجه باسم محمد هناك. لو جه في وشي رقم 3 ده يعني بتاثر جدا. وبقول برضه كنت عايزه منهم يعملوا شارع لمحمد، فالكابتن شوبير الله يبارك له سبق يعني وكلم المحافظ هنا، والمحافظ بعت لي رئيس مجلس المدينه هنا مشكورا،
وجو عملوا الشارع وعملوا الشارع يعني. هو كان نفسه في السنة دي بالذات يتجوز، ده قضى ربنا، بس هي عين صحيح. آخر مرة شفته في المنام كان في مكان وهو طويل طويل وأبيض ولابس فالينة بيضة، وقف معانا بكلمه كده وبشاور له على الأطفال وبكلمه، وقال لي وكان زي ما يكون بيكلمني بس كان مشغول باللي ماشيين قدامه عايز يروح وراه، وفعلا فاتني ودخل. باجي على طول الأول، دلوقتي باجي كل يوم جمعة، باجي بقعد أدعي وأقرأ: اللهم وسع لك في قبرك يا محمد يا ابني، اللهم عافيك، اللهم عافيك، اللهم اسعدك، اللهم اجعلك سعيد ليوم الوعيد. شكرا للزميل عبد الرحمن جمال على هذا التقرير. ودلوقتي نتعرف على أسعار الذهب. جرام عيار 24 523 جنيه، جرام عيار 21 458 جنيه، جرام عيار 18 393 جنيه، جرام عيار 14 305 جنيه. اما عن سعر الجنيه الذهب 3664 جنيه. اما الان نتعرف على حالة الطقس. القاهرة العظمى 36، الصغرى 25، الإسكندرية 31-27، شرم الشيخ 36-30، الغردقة 36-27، الأقصر 39-24. أما عن أسوان فالعظمى 41 والصغرى 26. وبكده نكون وصلنا لنهاية أخبارنا النهاردة. بشكرك سارة. شكرا أمل. شكرا دكتور صلاح. شكرا أمل. شكرا سارة. تلتقونا غدا ونشرة المصري اليوم من القاهرة، والناس دمتم في أمان الله. تابعتم في نشرة اليوم: الحكومة توافق على ترقية 300,000 موظف وفقا لقانون الخدمة المدنية. الرئيس السيسي يصل إلى الهند في زيارة رسمية تستمر لمدة 3 أيام. تسليم أراضي مشروع 1.5 مليون فدان بالفرافرة بعد العيد. 7 دول تستحوذ على 51% من ديون مصر الخارجية. الولايات المتحدة تنتقد خطط إسرائيل الاستيطانية الجديدة. روسيا تصر على إطلاق حوار سوري من أجل تسوية الأزمة. الأسد يدعو السياح لقضاء عطلتهم في سوريا. رويترز: إيران حصلت على إعفاءات سرية بعد الاتفاق النووي. ودكتور نادين عبدالله تكتب: مواطنة كاملة أم وأما واضحة.